بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة، نرحب بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء. درسنا سابقا ظواهر للموجات الضوئية وتعرفنا على ظاهرة التداخل، والآن في درسنا اليوم سندرس ظاهرة أخرى من ظواهر الضوء، هي ظاهرة حيود الضوء، ويتوضح مؤشرات الأداء كيف تنحرف الموجات الضوئية عند حوافي والعوائق، وكيف تكون أهدابا مضيئا ومظلمة، كما سنحسب مواضع الأهداب في محزوز الحيود، وسنوضح فلاش يوضح مفهوم ظاهرة الحيود. هذا الفلاش يوضح ظاهرة الحيود. نرى في هذا الفلاش موجة مستوية تسقط على حافة حاجز اتجاه الانتشار عمودي على مقدمة الموجة. في البداية لا يمرر الحاجز الموجة المستوية، نبدأ في اتساع للشق، وأيضا لا يتمر الموجة المستوية. بزيادة اتساع الشق كما نرى، عندما يكون اتساع الشق مساوي تقريبا للطول الموجي للموجة الساقطة تمر الموجة، ونلاحظ في هذا الفلاش أن الموجة في الساقطة كانت موجة مستوية، أما هنا أصبحت مقدمة الموجة دائرية، كما أن اتجاه الانتشار حاد عن مساره. الموجة في هذه الحالة نقول أنها حادت عن مسارها، ويوضح ذلك مفهوم ظاهرة الحيود. وكما رأينا سنوضح الآن ظاهرة طبيعية لحيود الموجات المائية كما يظهر في الشكل. موجة ماء تمر عبر عائق، ماذا يحدث للموجة؟ تحيد عن مسارها وتأخذ مسارا منحنيا. حيود الموجات الضوئية كما لاحظنا في الموجات المائية، عند مرورها بعائق أو اخترقها حاجز تحيد عن مسارها وتأخذ مسارا دائريا. ماذا يحدث أو نقارن ماذا يحدث للموجات الضوئية؟ هل يمكن أن تحيد كما تحيد الموجات المائية؟ تحيد الموجات الضوئية أيضا إذا اصطدمت بحافة حاجز أو عائق يعترض اتجاه انتشارها، أو لدى عبورها فتحة ضيقة في الحاجز. وكما أوضحنا سابقا في تجربة شقي يانغ، ينحرف الضوء عن مساره الأصلي في تجربة شق يانغ المزدوج، ويمكن أن نفسر ذلك عن طريق أو وفقا لمبدأ هيجنز، حيث يمكن اعتبار كل شق مصدرا نقطيا لموجات سنوية. تنتشر الموجات السنوية من الشقين وتكون نتيجة انحراف الضوء عن مساره الأصلي، ويسمى انحراف الضوء في عن خط سيره يسمى حيودا. إذن الحيود أو ظاهرة الحيود هي انحراف الموجة عن اتجاهها الأصلي لدى اصطدامها بحافة حاجز أو مرورها من فتحة ضيقة، وهي ظاهرة موجية عامة تحدث لموجات الماء كما تحدث لموجات الضوء وتحدث لموجات الصوت. كيف تظهر أنماط الحيود من الشق المفرد؟ في هذا الشكل لاحظ شق مفرد، نتخيل أنه يوجد خمس نقاط في هذا الشق، نعتبر كل نقطة من هذه النقاط مصادر لموجات سنوية. الشاشة تبعد مسافة كبيرة عن الشق، وبالتالي تكون الموجات شبه متوازية، تقطع جميع الموجات نفس المسافة حتى تصل إلى الشاشة، وهنا يحدث أو تتكون بقعة مضيئة، هدب مضيء. هذا الهدب يسمى الهدب المركزي المضيء. إذن الهدب المركزي المضيء يكون عندما تقطع جميع الموجات نفس المسار. أهداب الأخرى للحيود عن أهداب الحيود في الشق المفرد، قد يحدث أهداب مضيئة وأهداب مظلمة، ولكن ما الذي يحدد الهدب المضيء والهدب المظلم؟ هو فرق المسار. نجد أن الموجة التي تصدر من النقطة 3 إذا تداخلت مع الموجة رقم 5، فرق المسار بينهم نص لمدة، وهذا يسبب بقعة مظلمة أو هدب مظلم، أي تداخل هدام. كما أن التداخل بين النقطة 3 والنقطة 1
فرق المسار بينهم نصف لمدة أيضا يسبب تداخل هدام وهد مظلم. تعتمد شدة الضوء الساقط على الشاشة على زاوية انحراف الضوء. النمط الناتج عن حيود الضوء أحادي اللون خلال شق مفرد. نلاحظ عند سقوط الضوء على شق مفرد يتكون على الشاشة أهداب كما هو موضح بالشكل. لاحظ عزيزي الطالب أن الهدب المركزي هدب أكثر إضاءة يتبعه على الجانبين أهداب مضيئة أو أهداب مظلمة تحيط به سلسلة من الشرائط الثانوية أقل إضاءة على الجانبين وتسمى الأهداب المضيئة الثانوية. كما نلاحظ شرائط مظلمة تمثل الأهداب المظلمة. لاحظ عزيزي الطالب أن الهدب المركزي شدة إضاءته أكبر من الأهداب التي تليه، كما أن عرض الهدب المركزي أكبر من أو ضعف عرض الهدب الذي يليه. الآن نأتي إلى النمط الناتج عن حيود الضوء عند عائق، ومثال على ذلك وضع قطعة نقود معدنية. نجد أن نمط الحيود يظهر كما هو موضح بالشكل، ظل مع بقعة مضيئة في الوسط تحيط بها سلسلة من الأهداب المضيئة والأهداب المظلمة تمتد حتى حافة الظل. ولكن قد يكون هذا الحيود أو هذا الشكل غير واضح، وذلك لأن مقياس قطعة النقود أكبر بكثير من الطول الموجي للضوء، لذلك نحتاج إلى عدسة مكبرة لنرى هذا النمط من الحيود. عزيزي الطالب، نحن جميعا نعرف القرص المدمج، ونلاحظ دائما عند سقوط الضوء على القرص المدمج تكون ألوان الطيف، تظهر ألوان قوس قزح حيث ينعكس الضوء الساقط بمقادير مختلفة، ويتعرض الضوء المنعكس لتداخل بناء في اتجاهات معينة فتظهر ألوان الطيف المرئي كما تلاحظ. يمكن استخدام هذه الظاهرة عمليا باستخدام محزوز الحيود. محزوز الحيود يتكون من قطعة من البلاستيك أو الزجاج، يتألف من عدد كبير من الشقوق حزت على قطعة الزجاج أو البلاستيك بمسافات أو أبعاد متساوية، تظهر ظاهرة الحيود والتداخل الضوء فتشتت الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف. محزوز الحيود يحدث حيود وتداخل موجات الضوء عند سقوطها على محزوز الحيود. نرى في هذا الصورة موجات تسقط على محزوز الحيود. هذه الموجات تسقط متوازية ثم تحيد عن مسارها وتتجمع بواسطة عدسة مجمعة لتلتقي على الشاشة عند النقطة B. تكون النقطة B هدبا مضيئا وفق الشرط التالي: أن يكون فرق المسار بين موجتين قادمتين من شقين متجاورين يساوي عدد صحيح من الأطوال الموجية أو الطول الموجي. D ساين سيتا تساوي M لمدة. M تمثل الرتبة وعدد صحيح 0 1 2 3. يستخدم محزوز الحيود لتشتيت الضوء الأبيض في هذا الشكل. لاحظ وانتبه عزيزي الطالب، سنتناول عدة نقاط مهمة. الهدب المركزي يكون لونه أبيض، ونتساءل لماذا يكون الهدب المركزي لونه أبيض؟ يكون لونه أبيض لأن جميع الأطوال الموجية للضوء الأبيض تتشتت بزاوية مقدارها صفر، فتتجمع جميعها عند المركز وتكون الضوء الأبيض. لاحظ أيضا أن في الهدب الأول، وسنجد ذلك أيضا في الهدب الثاني ولكن التركيز الآن عن الهدب الأول، لاحظ أن زاوية انحراف الضوء البنفسجي هي أقل من زاوية انحراف باقي الألوان. كيف نعلل ذلك أو كيف نفسر ذلك؟ نستعين بالمعادلة الرياضية ساين سيتا تساوي ام لمدة على دي. العلاقة بين زاوية الانحراف والطول الموجي علاقة طردية. نعلم من دراستنا لخصائص الضوء أن الضوء البنفسجي هو أقل الأطوال الموجية عن باقي الألوان الأخرى، وبالتالي لمدة
تكون مقدارها صغير، وبالتالي ساين ثيتا أو الزاوية تكون صغيرة وساين ثيتا تكون صغيرة. لذلك زاوية انحراف الضوء البنفسجي هي الأقل من زاوية انحراف الألوان الأخرى. الآن نلاحظ عزيزي الطالب ملحوظة مهمة أخرى، نقارن بين الهدب الأول والهدب الثاني. لاحظ عزيزي الطالب أن المسافة بين أي لونين متجاورين في الرتبة الثانية، كما نلاحظ المسافة بين اللون الأصفر واللون الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، أكبر من المسافة بين أي لونين متجاورين في الهدب ذو الرتبة الأولى. كيف نفسر ذلك؟ البعد الزاوي بين أي لونين متجاورين يزداد بزيادة الرتبة اعتمادا على المعادلة ساين ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 1 تساوي M لمدة 2 ناقص لمدة 1، أي أنه بزيادة الرتبة يزداد عرض الأهداب، ولذلك نجد أن المسافة بين الهدبتين المتجاورتين في الرتبة الثانية أكبر من الرتبة الأولى. يزداد عرض الهدب المضيء كلما كان أبعد عن الهدب المركزي، نجد أن عرض الهدب الأحمر في الرتبة الثانية أكبر من عرض الهدب الأحمر في الرتبة الأولى. إذن كلما بعدنا عن الهدب المركزي وزادت الرتبة زاد عرض الهدب. يستخدم الضوء الأبيض بواسطة محزوز الحيود لتشتيت أو يستخدم محزوز الحيود لتشتيت الضوء الأبيض، وهذا عمليا في تجربة في كتابك العملي. نلاحظ أننا هذا يمثل عندي محزوز حيود، أسقطنا عليه ضوء أحادي اللون ضوء أبيض، فتكون هدب المركزي لونه أبيض، ثم واضح عندي في الصورة أن الرتبة الأولى على جانبي الهدب المركزي، ونجد أن اللون البنفسجي هو أقل الألوان انحرافا، ثم الأزرق والأخضر كما ترى على جانبي الهدب المركزي. عدد الشقوق في وحدة الأطوال، عدد الشقوق للمحزوز يختلف المحزوز عن آخر بعدد الشقوق في وحدة الأطوال. عدد الشقوق يساوي مقلوب دي، أي مقلوب المسافة بين شقين متتاليين. ولذلك شدة إضاءة الهدب المركزي وعرض المنطقة المظلمة يتوقف على عدد الشقوق في وحدة الأطوال. كيف نرى ذلك؟ كلما زادت عدد الشقوق قلت المسافة بين الشقين، وبالتالي تزداد المسافة بين أهداب الأطوال الموجية المختلفة اعتمادا على المعادلة YM تساوي M لمدة D على D سمول. ننتبه مرة أخرى إلى هذه العلاقة، كلما زاد عدد شقوق المحزوز كلما قلت المسافة بين شقين متتاليين، ومن هذه المعادلة نلاحظ أن العلاقة بين دي وواي ام البعد الهدبي بين الهدب بين الهدب والهدب المركزي، كلما زادت قلت دي كلما زاد واي ام، أي تباعدت الأهداب عن بعضها. يزداد عرض الهدب المضيء كلما كان أبعد من الهدب المركزي، كما نلاحظ في الشكل أنه كلما زاد عرض الهدب المضيء كلما كان يزداد عرض الهدب المضيء كلما كان أبعد عن الهدب المركزي. يمكن أن يستخدم محزوز الحيود في المطياف، والمطياف يمكن أن أستخدم ضوء أبيض فيقوم محزوز الحيود فيه بتحليل الضوء وتشتيته إلى ألوانه. في هذا الشكل يمثل تركيب المطياف، مصدر ضوء مصباح زئبقي شق، يمر موجات الضوء ثم تسقط على عدسة مجمعة، يتجمع الضوء ويسقط على محزوز الحيود، ثم ينفذ ويحيد ويتداخل ويتكون أهداب مضيئة على الشاشة. هنا في مرقاب، المرقاب على تدريج لقياس زاوية انحراف الهدب المضيء الأول، وبالتالي يمكن حساب طول الموج للضوء وتحديد التركيب الكيميائي للمصدر، حيث أن المرقاب يقيس الزاوية ثيتا ومعلوم لدينا عدد الشقوق للمحزوز، فبالتالي يمكن حساب المسافة بين شقين متتاليين من دي، والرتبة التي يقيسها المرقاب في هذه الزاوية هي رتبة الهدب المضيء الأول،
فيمكن تطبيق العلاقة، ومنها يمكن حساب الطول الموجي للضوء المستخدم ثم تحديد التركيب الكيميائي للمصدر. بمعرفة الرقم الهدب المضيء وزاوية انحرافها والمسافة بين كل شقين متجاورين، يمكن حساب الطول الموجي للضوء وتحديد التركيب الكيميائي للمصدر ودرجة الحرارة. في هذا المثال يسقط ضوء طوله الموجي 632 نانو متر بشكل عمودي على سطح محزوز حيود يحتوي على 150500 شق لكل متر. احسب المطلوب حساب زاوية الهدب المضيء الأول والثاني. نطبق كما تعلمنا استراتيجية أعرف أخطط أحسب أقيم. أعرف من هذا المثال أن الطول الموجي يساوي 632.8 نانو متر، وطبعا لابد من تحويل الوحدة إلى متر بضرب 6.328 ضرب 10 أس سالب 7 متر. طبعا احنا ضربنا 632.8 في 10 أس سالب 9 لأن التحويل من نانو متر إلى متر نضرب في أس سالب 9. المطلوب حساب زاوية الهدب المضيء الأول عندما تكون الرتبة 1 وعندما تكون الرتبة 2. لحساب المسافة بين شقين متتاليين كما تعلمنا أن دي يساوي مقلوب عدد الشقوق. نحسب دي من 150500 شق لكل 1 متر. 1 على 150500 نحصل على 1 على 150500 شق المسافة بين الشقين المتتاليين بالمتر. نرسم العلاقة أو نحاول أن نخطط باستخدام المعادلات وبالتوضيح بالرسم. محسوس طول الموجي للضوء الساقط 632.8 نانو متر. المطلوب حساب زاوية الهدب المضيء الأول سيتا 1 عندما تكون الرتبة M بتساوي 1، والزاوية كما تعلمنا هي الزاوية المحصورة بين نقطة التداخل والهدب المركزي، والزاوية سيتا 2 وهي الزاوية المحصورة بين الهدب رقم 2 والهدب المركزي، الزاوية دي كلها، والمسافة بين الشقين نحسبها بمقلوب عدد الشقوق. نبدأ الآن بحساب الزاوية سيتا 1 ساين انفيرس لمدع على دي تساوي 6.328 في 10 أس سالب 7 تقسيم دي المسافة بين الشقين، ونحصل على الزاوية سيتا 1 5.465 درجة. ثم نحسب سيتا 2 ولكن الاختلاف هيكون في الرتبة، بدل ما وضعنا هنا 1 مكان عدد الرتبة رقم 1 وضعنا 2 مكان الرتبة رقم 2 وحصلنا على الزاوية سيتا 210.98. نقيم زاوية انحراف الهدب المضيء الثاني أكبر قليلا من مثلي زاوية انحراف الهدب أو الهدب رقم المضيء رقم 1. في هذا الدرس تعرفنا على كيف تنحرف الموجات الضوئية عند حوافي العوائق، ودرسنا انحراف الموجات الضوئية عند مرورها بشق مفرد، وكيف تحلل الضوء الأبيض عند سقوطه على محزوز الحيود، وحسبنا مواضع الأهداب في محزوز الحيود. في نهاية درسنا عزيزي الطالب، لا يسعنا إلا أن أشكركم وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.